هشام هاشم سوبرفايزر كواليتي كنترول الشركه السعوديه للمناليف. لما بدانا نقرا وندرس يعني ايه 5S بدا الموضوع والنظره تتغير بل الثقافه كمان. قدرنا ان احنا نقلل جهد نقلل تكلفه بقت مهمه قوي حته السيفتي. ضفنا كمان خبرات زياده. شركه سيمبوس طبعا كانت لها دور كبير في التطوير، كانت بمثابه العين الخارجيه. الكوتش اللي مره الملعب دايما شايف اكتر من الملعب من اللاعب اللي جوه الملعب، فطبعا ده كان دور الشركه بتطور بالعين الخارجيه تقدر ان هي تطلع ملاحظ احنا ممكن عينينا اعتدت عليها، ده انتباه ليها فبتعمل حته تطوير مش قصه تعليق او ان ده غلطه، لا ده تطوير. اصبحت كمان طورت الثقافه، بقينا نبص بعين الشركه نقدر ان انا اعمل اوديت على نفسي ما احتاجش ان حد يعمل عليا اوديت او اعلي ليفل الاوديت بتاعي شويه.